متابعي قناة شاهد فيديو، محمد التركي يستفز الجمهور وكأن شيئا لم يكن بعد القبض على دنيا بطمة وشقيقتها أمام وكيل الملك والإفراج عنهم بكفالة. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث استدعت الشرطة المغربية اليوم الاثنين المنتج البحريني محمد التركي زوج الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معه في قضية حساب حمزة مون بيبي بعدما تمت متابعة زوجته وشقيقتها. ولم يرد اسم محمد التركي قبل اليوم في قضية التشهير والابتزاز التي شغلت المغاربة، إلا أن قاضي التحقيق استدعاه للاستماع إلى أقواله بعد متابعة زوجته التي أحيلت إلى القضاء في مراكش. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش جنوب المغرب مساء اليوم تحديد يوم 10 شباط فبراير 2020 موعد لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك أثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو حمزة مون بيبي. دنيا شكرا جسام. قلنا شنو وقع شنو وقع دنيا؟ كيفاش كتقرر شو متعيرين الصحافة؟ شو متعيرين الصحافة؟ دنيا شنو قال؟ أنا خويا الباب وين؟ ابتسام حيث أكد المصدر أن القاضي وافق على إخلاء سبيل الفنانة المثيرة للجدل مع أداء غرامة مالية. ورغم ذلك يخرج علينا محمد التركي بفيديو مستفز للجمهور. وهذا طبعا المشاغبة. ابتسام ايش عندك تقولي؟ ما نقول والو. هلو زوينات، كنحفق عليكم كاملين وكنبوسكم، ما تخافوش عليا، ما كاين والو حتى حاجة. لاف يو اول. انا علي سويت لها طمنتكم. يلا سلامة. دابا انا كنهضر معكم من مراكش، الساعة دابا تقريبا هي شحال؟ السبعة. اوكي؟ وغنوريكم ناس انت حابينهم بزاف، كنشكر كل اللي قف مع الدنيا ومع ابتسام، وحبينا بس نوريكم هذا الفيديو. هنا هما. وهذا طبعا المشاغبة. ابتسام، ايش عندك تقولي؟ ما نقول والو. حيث تجاهل محمد الترك وزوجته وأختها ما حدث وكأن العالم لم يعلم، ولكن بالعكس فموضوعهم انتشر بكثافة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبالعكس أصبح ترند في العالم العربي، ولكن محمد الترك تجاهل تماما بهذا الفيديو. الفنانة دنيا بطمة بتواجه عديد من التهم، أولها السب والقصف والابتزاز والتشهير والإتجار في البشر. وكان محمد التركي زوج دنيا ومدير أعمالها من أقوى المدافعين عنها منذ بدأ يتردد اسمها في هذه القضية، ونفى أي علاقة لها بحساب حمزة مون بيبي، كما هدد عدد من المواقع المغربية بمقادتهم لنشرها إشاعات لتشويه سمعة دنيا بطمة. وحتى آخر لحظة حرص على توصيلها بنفسه خلال الأسبوع الماضي إلى مقر الشرطة للتحقيق معها حسب الفيديوهات التي انتشرت على الإنترنت، ولكن يتبين لنا في الفيديو الذي قمنا بنشره في أول دقائق أن دنيا بطمة وأختها يذهبان إلى مقر الشرطة لوحدهم دون وجود محمد الترك معهم، ولكنه ظهر الآن بعد أن قامت الشرطة لاستدعائه للتحقيق معه. في أول ظهور لها بعد الإفراج عنهما وقرار متابعتها في حالة أسراح، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على توجيه رسالة إلى الجمهور فيما يتعلق باتهامها هي وأختها ابتسام بابتزاز المشاهير عن طريق استغلال حساب يحمل اسم حمزة مون بيبي.
وأظهر مقطع فيديو من السناب للمنتج البحريني محمد التركي ودنيا وابتسام برفقتهم وهما يبتسمان كأن شيئا لم يكن. وقال الدنيا في الفيديو: حبيت أطمنكم عليا، ما تخافوش عليا، بحبكم كلكم. فيما أكد الترك إن حرص على تصوير هذا المقطع ليطمئن كل محبي دنيا الذين دشنوا هاشتاك كف مع دنيا، مشيرا إلى أنهم سيكشفون عن تفاصيل ما حدث في وقت لاحق. وذكرت تقارير مغربية أن النيابة العامة قررت الاثنين متابعة دنيا بطمة وأختها في حالة صراحة بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز وبث وقائع كاذبة والمس بالحياة الخاصة والمشاركة من خلال اشتباكهم في امتلاك وإدارة حساب المشاهير حمزة مون بيبي. مش بس كده، قالت المصادر انه تقرر منع دنيا بطمة من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات، كما تم حجز هاتفها المحمول من اجل اخضاعه للخبراء التقنية للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير. حيث بدأت القصة بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كالمور والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا واختها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة سكينة كالمور. دنيا بطمة خاضعت للتحقيق قرابة أكثر من 12 ساعة بعدما ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير حمزة مون بيبي على موقع السناب شات، وتم القبض عليها فور قدومها من البحرين برفقة زوجها المنتج محمد الترك. دنيا بطمة من مواليد 1 إبريل سنة 1991 وهي مغنية مغربية سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب. في صيف 2013 تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها موافق الترك الذي يشتهر بالوسط الفني باسم محمد الترك ووالد المغنية حلاء الترك. وفي 2017 رزقت دنيا بطمة وزوجها محمد الترك بابنة سمتها بغزل.